حكم هذه المباراة يستعد لإطلاقها فعلا. هذه المباراة بنية التسجيل والهدف الأول حميد جاوشي. دقيقتين من التغيير اللي الآن حالة هجومية بعرضية ورأسية. الله 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 ثاني سعيد بهذا الالتقاء. فاجها ولد السلام اللعيب اللعيب فيها فن وابداع لكن الان خطا القسم الان الله خطا فردي واقتناص من جاوشي. ماذا حصل جاوشي يقتنص بزاوية جول. نقاط المباراة الكرة تعود الآن لصالح القيصومة على الطرف الأيسر، فيها زيادة عددية، فيها انطلاقة ومحاولة عن طريق الجزائري جول الحارثي. هنا الانطلاقة الجميلة من جانب الجزائري، عرضية إلى الحارثي اللي كان وأحقب وبالتالي يسجل من خلالها أول أهداف هذه المباراة بعد هذه العرضية المثالية. جزاء وركلة الجزاء، كرة بتعود الآن. هل في هدف قاتل؟ الساحل اقترب في اللقطة الماضية. القيصومة يترك مساحات وهو يسابق الزمن من أجل الوصول للهدف الثاني. التقدم الآن بشكل خطير. الله 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 الثاني وبنفس اللاعب، لكن عينك على حميد وما يقدم بفاصل مهاري. أيضا من هنالك عن طريق القميزي لم تكتمل، لكن مع الحارثي. يا عيني على حميد جوشي. موسم الماضي القادم ولع الكرة. هدف رائع لفريق القيصومة لحميد جاوشي وعبد الله خطابي. هدفك تحت بشكل ممتاز وهنا العرضية الرائعة وجمال. محمد الضفيري يحاول المرور. الكرة الربع الرأسية. جول. تسجيل الهدف الأول برأسية جميلة. هدف الأول لمصلحة فريق القيصومة. هذه الكرة الماضية وهذه الرأسية. تنفذ الآن منقولة في الكرة الآن لمصلحة فريق حميد. يحاول المرور لاعب فريق القيصومة. سددها خطيرة. سبيعي وبكل سهولة رأسية جاءت لمصلحة فريق القيصومة. هذه المحاولة من قبل حميد مشى في الكرة ثم نقلها ثم جنب. يترك وحيدا
استقل هذه الكرة مرتدة قادمة نواف هوساوي إبعاد سريع تصل الآن إلى حميد جاوشي حميد يمشي كرة تأتي للعلى اليمين فرصة ونقل الكرة على الثاني أيمن فيصل تسعة نقاط فارق الأهداف هو من جعل فيصل الثاني الكرة الآن حميد جاوشي ماشي بالكرة يحاول المرور الأرضية خطيرة للفيصل الله سيأتي الكرة الماضية والمحاولة الماضية كانت لحميد جاوشي والأرضية والتسديد هي الشوط الأول كرة الأمام فرصة لحميد جاوشي حميد جاوشي أمام المرمى والكرة وشوف الكنترول الجميل لم تكتمل الصورة لحميد جاوشي القيس صورة مستمر ضغطة حاضر وبالرأس الله سليماني مرر ممتازة في البينية لحميد جاوشي ولكن عبد الله هزازي في الدخول حميد جاوشي يبدو أن رئيس هذه الكرة عبد الله هزازي وحميد جاوشي بالقوة حميد جاوشي والتسليم التركيز الأكبر كان عند الرغبة الأكبر لإسعاد جماهيره على الأقل في الشوط الأول وهذه محاولة تسديدة في لقطة رائعة برقة الترجي لكن قدم موسم صعود للدوري الممتاز وهذا الموسم متاح حقيقة بسبب أن الصعود سيكون لأربع أندية على عكس المعتاد لكن هذه محاولة عرضية خلف المتصدرين خلف المتصدرين الجزائري جاوشي لمرور جاوشي يعود بعد ذلك في المنتصف مرور جميل مرور خطير حميد جاوشي ياخذ مساحه حميد جاوشي الله عليك يا حميد في ثلاث لعيبه حميد جاوشي وارضيه فوق والتهديد الاول لكنها تتخلص من معتز أتجا معتز حاضر إلى الآن مرور ومحاولة في الشوط المباراة الثاني لم يظهر بشكل جيد في شوط المباراة الأول منتظر منه الظهور بشكل مختلف من التسديدة ستلعب وربما يكون بقيمة أيضا البقاء في دوري يلو الموسم القادم هنا حميد جاوشي الله 18 فريق على مستوى 34 جولة فقط هنا الكرة لحميد جاوشي حميد جاوشي لذلك الخيارات قليلة جدا الآن بقيت خمس جولات حريص رائع كرة أمامية إلى حميد جاوشي هل يخطو فريق قيصومة في هذه الدقائق المتبقية جاوشي قيصومة يحاول المرور نقل إلى حميد جاوشي جاوشي يتخطى الدفاع خال الدقيقة العاشرة كرة السبيعي وعرضية السبيعي أو كانت مهنة واقص عفوا يسجل الهدف الأول لمصلحة السحر أمام جاوشي
واللاعب السوري الدولي ورد السلامة وفي المقدمة الحريصي وفلت فجرة إلى جواشي لكن فاتها ربيع لن تنتهي الخطورة إلى عبد ريان حسن بعد كل هالإثمار أرسل تمريرة فاضية إلى محمد حميد إلى حميد أكيد مرة ثانية جواوشي على الصناعة والحارثي على التسجيل وفي ذات التوقيت القاتل يبحث في هاي الكرة إلى حميد جواوشي جواوشي حميد للخلف للسلامة نقلة جديدة كانت لفريق أو للاعب راضي الراضي لك لدينا لقطة الآن حميد حميد جاوشي يبحث عن تسديدة قوية للمهاجم ما قد تم أداء جيد لكن أيضا يتعرض لإصابة لكن هذا الرائع حميد جاوشي اللي يعتقد أنه سيكون بينية بعد ذلك واصلة بشكل خطير إلى حميد 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 يلعب عرضية خطيرة وبعد ذلك مرور الوسط مطلق مرة أخرى مطلق مرة أخرى وفي كل كرة عرضية يطلقها من جانب القيصومة أرقام مشتركة كثيرة بين الفريقين لكن تحدث مع مجريات المباراة مع هذه المحاولة التي تأتي تياغو تتخلص منيف دوش منيف كرة لازالت فيها الآن محاولة تتخلص من منيف تصل إلى حميد سريعة إلى محمد الحارثي إلى حميد جاوشي حميد جاوشي الجزائري يمشيها لمحمد العريزي تعود الآن مرتد كان مطالبة بوجود ركلة جزاء لسلطان الأمري كرة اليسار جاوشي جاوشي يتقدم قصة عبد الله خطاب كرة تتحول على اليمين تعمل عند ورد السلامة إلى حميد جاوشي يأخذ كرة حميد جاوشي يحاول حميد جاوشي السعودية أيضا وهذه محاولة وتمريرة ممتازة إلى المناطق الأمامية تبحث عن طريق ورد سلامة بعد ربع ساعة من اللعب كرة تصل مرة أخرى يعود بعد ذلك لمصلحة قيصومة خطيرة جدا عن طريق حميد لكن عاد بعد ذلك أشرف بودرام طويلة جدا في اليسار عند جاوشي الجزائري الآخر كذلك كثيرة كما شاهدناها في المواسم والجولات الماضية عزيزي المتابع دور تحول عادة بنفس النتيجة القيصومة بثلاثة مقابل هدف عزيز المشاهد مباريات حضرت كبيرة لمواجهة القيصومة ونجران كرة مرة أمام إلى محمد الكوفيري الكوفيري حميد جاوشي حاول الظروف حضرها ورد السلامة لعامل قلق وخطورة على مرمى هدف طفيل على التنفيذ طويلة لكن ما كانت بالشكل المتوقع وبالتالي تنتهي لمصلحة أحد كان الانتصار الأول للقيصومة في ملعبه بينما العروبة حتى الآن لم يحقق أي إتمام الأخدود وبالتالي رقمة الأخدود وإن كانت الأمور ربما حسمت لكنها أما إلى حميد جاوشي في الجهة اليمنى جاوشي حميد يحاول يا عبكرة على ديال جاوشي يحاول مراقلة كمان الانطلاق عند حميد جاوشي الكرة لا تزال عند جاوشي جاوشي مع مشعل صبياني لا يزال مشعل يحاول الحصول على الكرة من حميد جاوشي بينما الكيسومة يرسل الكرة على الله على جيب القحطاني اللي هيئ الكرة لحميد